ناسكم بالله، ناسكم بالله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا عيالنا. هل تبقى شارع لم تقف الأمهات فيه احتجاجا؟ وهل بقي طريق لم يسلكنها للمطالبة بحرية أبنائهن في سجون الميليشيا، ليصلن مؤخرا بعد أن تقطعت بهن السبل لقص ضفائرهن وحرق حجابهن أمام القصر الجمهوري في صنعاء؟ هذا شعر مرض ابني كسر، كسر لا يخرج، تخرج لا يخرج زوجها. في العرف اليمني أن يكشف الحجاب فهو عيب، وأن تحرقه المرأة استجداء دلالة على أن لها حرمة قد انتهكت ووجب الدفاع عنها. وأي حرمة أشد من حياة الإنسان وكرامته؟ فالعشرات من أبنائهن قابعون في سجون الميليشيا ويتعرضون للتعذيب اليومي بالرغم من إضراب عدد منهم عن الطعام لأكثر من أسبوعين. هو نداء استغاثة ودلالة احتجاج إذن، فهل ستكون مجدية لجماعة لم تأبه بالنار التي أضرمتها في قلوب ملايين الأمهات وفي كل شبر في البلاد؟